بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في فيديو النهاردة بإذن الله عن فيلم الخيال. أول حاجة هنقولها عن فيلم الخيال هو إنه البطل المرشح لعمل الفيلم ده هو الفنان الكبير محمد رمضان. تاني حاجة هنقولها عن تفاصيل وأحداث الفيلم هو إنه بطلنا كريم الوكيل بطل فيلم الخيال. كريم الوكيل كان شاب خيال وكان يحب الخيل وكان شجاع جدا، والخيل كلها كانت تسمع كلامه. كان الفرس الحارون يوطي عند راسه ويسمع كلامه، فضل وهبة من موسع الأرزاق. كريم الوكيل كان لما يدخل مسابقة خيل في نادي الفروسية كان لازم هو يغلب، كان يركب الحصان ويتسابق مع واحد، هو كان لازم يغلب في أي مسابقة، وكان مسمينه الخيال لأنه كان بيحب الخيل والخيل كلها كانت تسمع كلامه. كريم الوكيل الخيال كان خاطب بنت من أهل بلد نفيسة. فبعد كده في يوم من الأيام خلاله هو بيتسابق في نادي الفروسية، كريم الخيال خلاله هو كان بيجري الفرس بتاعه بسرعة رهيبة، فجأة في طفل صغير يعني حوالي 7 أو 8 سنوات راح يجري على الفرس، والفرس راح صدته في دماغه. فطبعا الطفل الفرس لما وقعه وخلاه يترمي بعيد جدا من أثر قوة الدفعة بتاعت رجل الفرس، طبعا الطفل مات فوري لأن راسه لما اترمى بعيد راسه جات على حجر كبير، فطبعا الطفل ده مات في الحال. والد الطفل ده كان واحد اسمه سيف أبو حديد. سيف أبو حديد طبعا ما استحملش المنظر فراح طلع سلاحه ونشن على كريم الوكيل الخيال، كان عايز يقتله، فطبعا راح ضرب عليه نار. ومن حسن حظ كريم الوكيل بأنه الطلقة جات في كتفه فنقلوه على الإزعاف، وهناك الأطباء أنقذت حياته وربنا كتب لي عمر جديد. فطبعا الحكومة لما جات تحقق معاه طبعا طلعت براءة من القضية لأنه ما كانش قاصد يدخل في الطفل ده، ده بالعكس الطفل هو اللي جاي يجري على الفرس. فطبعا أخذ براءة من القضية دي كريم الوكيل. فطبعا سيف أبو حديد كان راجل شرير وظالم، كان ناوي يقتل كريم الوكيل، ولكن طبعا سيف أبو حديد راح بعت رجالة وقتلت أخو كريم الوكيل اللي هو طه. فطبعا سيف أبو حديد اللي هو الرجل الظالم لما قتل أخو كريم الوكيل طبعا انفعل وغضب جدا كريم الوكيل، وقال إزاي أخويا الكبير يتساوى برقبة الطفل العيل، برقبة العيل الصغير ده، هو ده العدل؟ فطبعا الحكومة كريم الوكيل قدم بلاغ للحكومة بأنها تجيب حق أخوه اللي قتله، ولكن طبعا الحكومة لما فتشت وعملت إجراءات وتحريات طبعا في المحضر اللي عمله كريم الوكيل ما فيش أي حاجة تثبت أو دليل بأنه سيف أبو حديد هو اللي قتل أخوه طه. فطبعا النيابة أخلت سبيل سيف أبو حديد. فطبعا سيف أبو حديد طلع من السجن من غير ما ياخد أي سنة سجن أو أي عقوبة، لأنه طبعا ما فيش دليل يثبت بأنه هو اللي قتل أخو كريم الوكيل. فبعد كده كريم الوكيل لما الحكومة ما عرفتش تجيب حقه قرر أنه ياخد حقه بدراعه، فراح قتل ابن سيف الحديد اللي هو كان سنه 20 سنة. فطبعا سيف الحديدي سيف أبو حديد
قلبه أتوجع على ولد عياله الاثنين اللي ماتوا اللي هو الصغير والكبير. فبعد كده سيف، فبعد كده كريم الوكيل أخذ أمه وخطيبته اللي هو كتب كتابه في نفس الوقت، فراح أخذ مراته وأمه، وبعد كده راح هج بيهم، سافر بيهم على طول وطلع من البلد علشان الحكومة ما تجيبهوش، وعلشان كمان سيف أبو حديد ما يقتلهوش هو وأمه. فطبعا لما سافر كريم الوكيل للأسف الشديد الحكومة قدرت تقبض عليه ودخلته السجن. أما بالنسبة لسيف أبو حديد فعلشان راجل ما عندهوش أخلاق وراجل ظالم، لما لقي مراد سيف لما لقي مراد كريم الوكيل راح قتلها هي وأمه، رغم بأنه مراد كريم الوكيل كانت حامل في الشهر الثاني، فطبعا قتلها هي وابنها. فطبعا كريم الوكيل أول ما سمع بأنه قتلهم سيف أبو حديد طبعا كان ناقص يكسر سور السجن علشان يطلع وياخذ بطاره، ولكن للأسف الشديد محكمة الجنايات حولت أوراق كريم الوكيل إلى فضيلة المفتي بسبب قتل سبق إصرار، بسبب قتل تعمد مع سبق الإصرار والترصد في قضية قتل، ابن سيف أبو حديد. فطبعا زعل جدا كريم الوكيل، ولكن من حسن حظه بأنه عربية الترحيلات بتاعت السجن اللي كانت مودياهم على السجن عملت حادث، ففي الحادث ده قدر يهرب كريم الوكيل. فطبعا أول ما هرب أول حاجة فكر يعملها هو الانتقام، فراح عند سيف أبو حديد وقتله واداله بدل الطلقة 10، وأخذ بطار أمه وأخته، قصدي آسف، وطار أخوه ومراته وابنه اللي كان في بطنها. فبعد كده سيف الحديد، فبعد كده كريم الوكيل الخيال طبعا ما كانش طايق يعيش تاني، وكان عايز يسلم نفسه للحكومة، ولكن صاحب كريم الوكيل قال له أنت خسارة تسلم نفسك للحكومة ويعدموك، أنت سافر على السودان هناك وربك كريم. وبالفعل صاحب كريم الوكيل خلاه يسافر وساعده على الهروب إلى السودان، وبالفعل نجح إنه يسافر كريم الوكيل للسودان من غير ما تعرف عنه أي حاجة الحكومة. ومن هنا تكون نهاية فيلم الخيال بطولة الفنان الكبير محمد رمضان. أتمنى بأنه أحداث وتفاصيل الفيلم تكون نالت إعجابكم أعزائي المشاهدين، وبأنه تكونوا قد استمتعتم بأحداث وتفاصيل الفيلم، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد من فيديوهاتنا. ويريت يا جماعة نفسه في أي جزء تاني سواء كان من مسلسل أو فيلم يعرفني ده في التعليقات، وأنا أحاول بقدر الإمكان نألف فيه الجزء اللي هو نفسه فيه سواء كان من فيلم أو مسلسل، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. عزيزي المشاهد لا تنسانا بالاشتراك والقناة، وعم الله لتدعيمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.